اللي بغيتي نمشي عليكم المتابعين الزوينين ديالي، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ونلقاكم في احسن الظروف، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف يا ربي، وكيدايرين مع الاجواء، وكنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير يا ربي. واللي المهم اللي اول مره كيزور القناه ديالي يتابونا عندي ويخلي لي شي كومونتير زوين، وانتم معايا ان شاء الله. غادي نشارك معكم اليوم المشتريات، نشارك معكم المشتريات اللي شريت اليوم، يعني شي حاجه هكا كنتقداها وكنعاود فيها البيع. المهم ان شاء الله غادي نوريكم داكشي اللي جبت. غادي نبدا بسم الله لا بركه الا ما غادي نهبط حتى شويه الكاميرا. انتما المهم غادي نبدا بهذا الكاب. هذا كاب طويل زوين، يعني كيلبسوه بنات كبار هكا وعيالات. كاب يعني زوين، انا غادي نحلو باش تشوفوه. هذا جبت منه 4 البياسات، هذا جبت 4 البياسات، يعني جبت فيه البلومارين، وجبت هذا اللوين هذا غوز بارد، وجبت شنو البياسات الاخرين، لا هذيك سوا، وجبت فيه هذا المارو واحد البياسه واقيلا داتها واحد السيده. المهم كنجيب السلعه اللهم بارك. المهم كنبيعها مع جيراني وداكشي، لان راه البلاصه محدوده، البلاصه اللي ساكنه فيها. المهم انتم معايا غنوريكم الشكل ديالهم، يعني شكل زوين، ومع دابا يعني فصل البرد، يعني الشتا دابا والبرد الله يرحمنا، واخا حنا هنايا في مراكش ما كايناش الشتا. هانتوما وجويبات هكا مزغبين، يعني موديل زوين، وبالحزام والقبة هو فيه هكا ديال الشعر. وكما كتشوفو معايا يعني هاد زوينات بثلاثة، الصراحة بثلاثة زوينين. هاد المارو الصراحة غزال، هاد اللوين هذا لامطاط مغلوقه ماشي مارو. المهم ما عرفتش انا هاد اللوين هذا الصراحه زوين. انتما كما كتشوفوا يعني هذا كاع بان فيه هاد الشعير هذا. انتما والقب ديالهم هكا وطوال، يعني راه كيجيو حتى لتحت هكا. اللي ما كيلبسش الرومي راه غادي يلبسهم فوق الجلابه، غيلبسو فوق الجلابه على حساب البرد. واللي كيلبس رومي راه غادي يلبسهم من الفوق هكا. اللي ما كيلبسش الرومي راه غادي يلبسهم فوق الجلابه، غيلبسو فوق الجلابه على حساب البرد.
واللي كيلبس رومي راه غادي يلبسو من الفوق ايوا لا باش يطفاو العظيمات. هانتوما الى لا راه طويل يعني كيجي حتى لتحت حتى لتحت هكا مع السدر ديالها ولا بوز كما قلت لكم يعني ثلاثه د اللوينات واللوينات يعني لوين لوين ينسيكم في لون لون ينسيكم في لون. هانتوما لوين الاخر هانتوما وبالحزام صراحة هادشي زوين وكنتمنى يعجبكم ويعجبكم الفيديو ديال هاد النهار باش تشجعوني وخليو لي كومونتير ديالكم زوينه يعني الصراحه راه كنقراها كيعجبني بحال ملي كنشوف لي كومونتير هكا كاينه. المهم كما قلت لكم جبت من هذا اربعه البياسات واحد البياسه داتها واحد السيده وجبت هاد القبيات ديال البنيات جبت هاد القبيات هادو تا هما جبت ثلاثه البياسات اللي كنجيب غير شي شويه تا كنبيع ونعاود نجمع ثاني كما هذا انتما القبيات ديال البنات شي حاجه زوينه وصبني يعني شي حاجه اللي تصبن وتعاود يعني ما تحبب ما حتى شي حاجه يعني حاجه زوينه. وجبت هاد الكسيوات هادو سير جيبي هاد الكسيوات القبيه حكيت لكم راني جبت ثلاثه ها هي القبيه الاخرى هذه كبيره يعني راه هكا راه عيالات وبنات كما قلت لكم كبار. وهاد القبيات صراحه زوينين هاد القبيات هادو هانتوما شوفوا قبيه يعني كبيره ديال يعني بحال هكا عيالات بنات كبار كنتمنى باش يكون هادشي واضح لكم. ايوا المهم يا البنات دابا غندوز لكم لواحد السيرفيت ديال لا السيرفيت ديال العيالات غزاله يعني واحد سميتو التويب ديالها و يعني الطريقه باش مخدومه زوينه و يعني طويله بحال الجلابه سيرفيت بحال الجلابه هانتوما يا لالا سيرفيت بحال الجلابه يعني راه حتى لتحت وهكا مفتوحه من هنا سيرفيت راه كما قلت لكم راه طويله سخونه وهذا يا لالا سخون هذا بينوار هانتوما هذا بينوار قصير يعني طوال بياس راكم يلا ترا عارفين وهذا سروال ديال البينوار طوال بياس كاين بودي والسروال والبينوار كاين هاد اللون هذا وكاين هذا الكرونه كاين هاد البرونه تا هو راه 3 بياس تا هو التويب ديالو زوين تا هو 3 بياس السروال السروال ديالو كاروات السروال تا هو كاروات صراحه زوين يعني المبره ديالهم زوينه وشي حاجه جديده يلا خارجه تاني دابا ديال البرد وهالبودي باش لي جا الا جاك الصاد حيدي البينوار وبقى غير في البودي والسروال هانتوما ها البينوار القب ديالو فيه اللون اللي في السروال يعني دوك الكروات اللي في السروال دايرينهم في القب وهنايا في القمام ديال البينوار شي خيوط هنايا نحيدهم المهم كنتمنى يعجبكم هادشي هذا لي المشتريات لي شاركت معاكم وهنايا ندوزو للسيرفيت ديال البنات السيرفيت ديال البنات غنحل شي بياسة قدامكم رقم 6 هادو فيهم رقم 6 8
هادو الصغار رقم واحد رقم جوج وعشرة. ملوينات زوينين ديال البنيات، سيرفيس ديال البنيات. المهم غادي نحلو شي بياسة، نحل بياسة وحدة حتى لكم تشوفوها. وهادو فيهم 10 14 وفيهم هاد اللوينة هدا غزال. وندوزو هنايا ندوزو لتقاشر. المهم كاينين هاد المصاصين، هادو هاد المصاصين تاهما جبت باقية. دابا راه وقيت تقاشر، ملي جبت هاد اللوينات هادو مغلوقين وزوينين، بقيت لبسو مع السبرديلات هادو زوينين يعني مصاصين. وجبت ديال البرد للدفاع عن البرد باش تدافعو على البرد. المهم جبت هاد الشكل هدا ديال العيالات، وسامبل مفيه لا زواق لا والو ديال العيالات. يعني جبت منو جوج باكيات، جبت هاد اللوينة هدا بوحدو، وجبت هدا ديال البنيات، هدا فيه الألوان كيما كيبان ليكم. هدا ديال البنيات، وما نسيناش الرجال تا هما جبنا القاصر ديال الرجال، ها هما تا هما جبت منهم جوج باكيات. يعني 12 حبة، باكيات يكونو فيها ستة، جبت 12 حبة. ومهم كيما قلت ليكم كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هدا، ولي أول مرة كيشوف القناة ديالي يشترك ويخلي لنا لايك وشي تعليق زوين. الله يجازيكم بخير وشكرا، وبسلامة عليكم. سينونا حتى الفيديو آخر إن شاء الله.